السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتحدث عن أشهر نباتات التي تزرع بقطور، نتحدث عن نبات الياسمين، ونشاهد الآن عملية جمع الياسمين. هي دائما أبدا تتم في الصباح الباكر. بالظبط بالسرعة دي. يعني هذه هي ظهور الياسمين. حط كده ستك. هذه ظهور الياسمين تنقل الى شبرا ويتم عمل انت طب نكمل مع سيادتك. ايوه يا فندم. حضرتك عجينه يعني دي سيادتك. ايوه يا فندم اتفضل. حضرتك ده بيتجمع وبعد كده بيروح وبعد كده بيروح شبرا بيتعمل يعني احنا بنجمع ظهور الياسمين كما نشاهد. ايوه وبعد كده بيروح شبرا بلوله بيتعمل في شبرا بلوله تبع قطور. تمام. احدى قرى مركز قطور. تمام. أيوة. وبعد كده بيتعمل عجينه وبعد كده بيروح فرنسا. يتم تصديره لفرنسا. تمام. وبنرجع احنا بعد كده بقى بنستورده احنا خام. احنا بنصدره خام وبنرجع نستورده عطور. يا سيدي الفاضل العطور اللي بتجي لنا من بره ما هيش طبيعيه، احنا بنصدر الطبيعي وبيجينا غيره وبيجيلنا حاجات صناعيه. صح. اما العطور الطبيعيه دي ده الكيلو منها ممكن ب 5000 جنيه. تمام. يعني اما يبقى عطر يبقى كيلو ب 5000 جنيه. تمام. مش احنا ده بياخدوه هم وبعتوا لنا عطور صناعيه. السعر ده منه. او ديك عطور كيميائيه بتتعمل في المعمل، اما الحاجه الطبيعيه دي حضرتك ده شفاء. تمام. يعني ده دواء اللي ياخد ده فعلا بيخش في كل حاجه. يعني حتى ده برضه بيخش في البنج والحاجات دي. ايوه يعني ده بيتاخد برضه منه ماده بانه يخش في برضه في البنج. لا الياسمين معروف الياسمين. أيوة. الطبيعي حضرتك امال هم بيستوردوه ليه؟ تمام. احنا العطور اللي بتجي لنا دي اللي احنا بنشوفها دي كلها عطور صناعيه. تمام. انا راجل متخصص واعلم الكلام ده. تمام. العطور الطبيعيه دي نادره قوي. تمام. هم بياخدوها لهم زي ما انت بتقول بيدخلوها في الصناعه في الادويه في كل حاجة. عمليه البنج يعني في حاجات كتير. اما اذا كان عطور فتفوق لان العطور اصلا الطبيعيه العطور الطبيعيه الناتجه من الياسمين اصلا علاج وشفاء ليها مزايا كتير. اما العطور اللي احنا بنشوفها في محلات العطور ليست عطور طبيعيه. تمام. ليست عطور. تمام. طبيعيه. هم بقى بيستوردوه ويعملوه عجينه وعطور لكن مش لنا. تمام. مش ممكن تجي لنا العالم الثالث ابدا. صح. تمام. حاجه جميله حاجه جميله. طيب سيادتك طبعا هي بتتزرع بالعقلات. بيجي شتله صغيره كده يعني ممكن بالشتله او بالعقله. تمام. يعني هو في البدايه هو فيه ناس مخصصه انها بتعمل شتله صغيره كده بتجيبها انت شتله الياسمين. تمام. وتجيبها انت بتزرعها بتجمع انت منه وبعد عمر سنه. اللهم صل على النبي. الشتله تتزرع سنه واحده وتدي طرح. تجمع. جميل. كل لما الشجره تكبر بقى كل لما تديك جمعه. جميل 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 والله. يعني أنا أول مرة أقف في حقل الياسمين وهي طب عمر الشجرة قد إيه يا فندم؟ تقعد تدي قد إيه؟ ده ممكن يقعد يجمع 50 سنة. لأن هي أشجار. أيوة يعني ده لسه صغير يعني ده مثلا عمر لسه ده حضرتك ممكن يكون لسه ده عمره مثلا 5 سنين ولا حاجة. يعني ممكن بالرعاية والاهتمام تدي عمر كبير لأنها أشجار. اللهم صل على النبي. أنت مهتم بيها لا بس جميل 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 يا رب يعزك. انا اول مره اشوف زهور الياسمين. جميله جميله بسم الله ما شاء الله. ربنا يعز حضرتك وبارك فيك. ربنا يعزك وبارك فيك. يعني بس انت قلت لي حاجه جميله يعني انا بشتري الشتله بزرع ممكن تقعد تديني العمر كله. تمام. لما يقرب زي ما انت بتقول 50 سنه ما دام في خدمه وعنايه. تمام فعلا حضرتك ممكن طالما انت مهتم بيها تقعد بدل 50 ممكن تعدي 50 سنه. ربنا يعزك. شكرا يا فندم. شكرا لك.